اهلا، السلام عليكم. احب اشكر دكتوره هبه ودكتور محمد. نتكلم دلوقتي على الكومبليكيشنز البوست اوبريتيف، البري والبوست اوبريتيف فولو اب في ال تي اكس بيشنت. هو كان المفروض المحاضره هنتكلم بس على البوست، بس دكتوره هبه ودكتور محمد كانوا حابين ان احنا نتكلم شويه عن البري، لان احنا في عيانين، في عيان كان هيزرع خلاص، كان داخل عمليات، الدونر لقينا فيه مشكله والعمليه اتلغت. ساعات ممكن نلاقي حاجات في الريسيبيانت، اوكي، يعني تبقى كل حاجه ماشيه كويس، بس نلاقي في حاجه تمنع الزرع او على الاقل ناجله شويه. عشان كده هنتكلم على البري اوبرتيف، مش بس في الدونر. هو البري اوبرتيف دايما احنا كان كل الشغل اكتر بيبقى على الدونر، الريسيبيانت بيبقى الشغل بتاعه اقل شويه بالنسبه كراديولوجي. اهم حاجه ان احنا ما نعتمدش ان العيان ده عمل قبل كده سونار، فلما اجي ابص عليه تاني مره ابص اللي هي بصه سريعه وخلاص. لا، احنا هنعتبر دي اول مره يتبص عليها العيان فيها. اوكي، بص على الليفر برينكما كويس قوي، نتاكد. بص على الفوكال ليجن، في قد ايه، نعدهم، في اي فاسكولار انفيجن ولا لا، في بيليري انفيجن ولا ما فيش، في لمف نودز ولا ما فيش. بنبص على البورتال فين، الهيباتيك فينز، والسوبير ميزنتريك فين والسبلانك فينز. بنبص على كل حاجه، على البلورا، على البريكارديوم، على الاسايتس، في تربيتي ولا لا، في اي بريتونيوم نديول ولا لا. البري اوبرتيف احنا كده ولا كده، العيان بيطلب له لور لامب فينس وارتيريال دوبلكس، وبيطلب له كمان ابر كاروتيد دوبلكس. لو حصل وانا بعمل كاروتيد لقيت ان فيه ثايرويد نديول، لازم تتكتب في التقرير ولازم نبلغ بيها الدكتور محمد، علشان لو هي سسبيشس هيتاخد منها بايوبسي قبل العيان ما يزرع ويبقى فيه حاجه تانية. لازم نراجع تراي فيزيك سي تي كويس، نبص على بقيه الحاجات، مش بس ليفر. انا مش ببص على الليفر برينك ما بس، انا ببص على الكولون، على الباول، في اي حاجه تانية ولا لا. حصل في مره ان في عيان مسد في مكان ما، مسد كولونيك ماس، زرع الميتاستس في خلال 10 ايام بعد الزرع كانت الجرافت كلها اتملت ميتاستس. التشست والابدومن بلفس. اوكي، مثلا عيان زي دوت عنده هيباتيك فوكاليجن واحده بس، اسايتس العيان ده ممكن يزرع، واحنا بنعمله سونار. ديت الجيجنوم، في هنا في سب ميكوزا ليجن، اوكي، اولموست دينيو بلاستيك. ده الفيديو بتاعها، دي تبقى ممكن تبقى مازد معانا في الـ في السي تي، في السي تي، وكان كمان معاه بريتونيال نوديول. اوكي، ده عيان تاني الانفيجن هنا واصل للاي في سي. البورتال فين انفيجن لازم نبص عليه كويس، هل هو مالجنانت ولا بيناين، واخد انهي مكان بالظبط. اوكي، الليد، لان ده بيبقى مهم جدا في بالنسبه للجراحه، علشان يبقى عارف قبل ما يدخل، او يبقى استحسن انهم عارفين انه في ثرومباكت ما هيتعمل. اوكي، الجزء بقى الاهم بعد كده هنتكلم على البوست اوبرتيف فولو اب. احنا المفروض ان العيانين بيقعدوا اسبوع في الاي سي يو، بعد كده بيقعد اسبوعين في الريجولر روم. الاسبوع الاي سي يو بيتعمل توايس ديلي ما بين كل مره، يعني بينهم 12 ساعه، بعد كده في الاسبوعين اللي بعد كده بيتعمل كل يوم مره واحده بس. اهم حاجه نيجي نبص عليها في الدوبلر ايه هو؟ احنا بنبص على الفاسكوليتشر، الكلمه الاساسيه هو بيتنت ولا لا. احنا مهتمين قوي العيان الارتري، الهيباتيك فين، بورتال فين، بيتنت ولا مش بيتنت، بعكس الرينال ترانسبلانت. الارقام الار اي والبي اي بتفرق معانا قوي، الليفر لا، الفرق مش ملهوش اهميه، هو اهم حاجه هو بيتنت ولا لا. اوكي، بص على ليفل بارينكيما، احنا عارفين ان كده بيبقى دايما اول 3 4 ايام بيبقى فيه شويه كونجشن موجوده في الجرافت. اوكي، بص على البيليري سيستم، مش طبيعي ان احنا في البيليري يبقى في عندنا اي مشكله في الاول، لانه بيبقى طالع يعني اللي هو البيليري درين. استنى، بص على البري هيباتيك سبيس عشان كولكشن، ونبص على بقيه الحاجات كلها، السبين والكيدني والبانكرياس والبلورا والبريكارديوم. اوكي، اهم حاجه عندنا هي الهيباتيك ارتري. كده الهيباتيك ارتري بنبص عليه هنا، الصوره دي والصوره اللي بعدها هما الاثنين اولموست احنا شايفين الهيباتيك ارتري بيتنت. احنا لما بنيجي نبص على الهيباتيك ارتري لازم نبص عليه جوه الجرافت مش بره ولا عند الهايلم، لان كل العيانين اللي كانوا هيباتيك ارتري اوكلوجن كان عند الهايلم كان بيتنت، وجوه الجرافت ما هوش بيتنت. فلازم الصوره دي اوكي، بس احنا هنا حاطين الكيرسر محطوط بره بره الجرافت.
اوكي لا لازم يكون جوه الجرافت، ابقى متاكد ان هو جوه بيتنت الشكل بتاعه دوت، الويف بتاعته اللي هو البي على طول الويف بتبتدي على طول بيك سيستول. اوكي مش هيفرق قوي الريزيستنس بتاعتي ان الار اي عاليه ولا لا، تفرق معانا امتى؟ لو هي فوق 0.9 خلاص عيان خرج من العمليه اول يوم كان كويس، بس بعد تاني يوم بدات الريزيست الار اي بدات تعلى مثلا ل 0.9، ساعتها بنقول كلوز فولو اب، لان احنا بنحتمل حاجه من الاثنين، يا اما في سباز وده هيفك، يا اما ده بري اوكلوجن، فبدل ما كان هيتبص عليه المره الجايه كمان 12 ساعه، لا هيتبص عليه كمان ساعتين ساعتين، يعني هنقعد نبص عليه ثلاث اربع مرات ورا بعض، لو حصل ان بدات الويف تبدا تقع يبقى ده خلاص ده بري اوكلوجن، يبقى عارفين الارت ده بيقفل. البورتال فين مش مهم برضو قوي في البورتال فين، احنا في الاول انا اقول بري وات وبوست، المكان ده هم اللي لسه واخدين فيه ستيتشز، فبالتالي احنا ممكن نلاقي فيه فيلوسيتي تشينجز، عشان كده احنا عشان نقول بورتال فين استينوزس او كده بيبقى دايما بيبقى متاخر شويه. اهم حاجه في البورتال فين بيتن برضو ولا لا. اوكي بعد كده بنيجي نبص على الحاجه الوحيده اللي في عندنا في البورتال فين، هنبص كده هنا ده النورمال بورتال فين هيباتوبيدال يعني داخل رايح للجرافت، الحاجه الثانيه ان هو كونتينوس ويفز بالمنظر كده. طيب ايه الفرق ما بين اللي فات ودوت؟ هنا في شويه بلساتيليتي، العيان دوت هنا البورتال اولموست عامل زي الهيباتيك فين، بلساتايل بورتال فين، وديت ايرلي ساين اوف ريجكشن، يعني وانس ان احنا لقيناها كده بنقول دوت في ده ايرلي ساين اوف ريجكشن، بمجرد ما بنبلغ الدكاتره على طول اول ما بيبداوا تريتمنت الدوبلر بعد كده بيكون راجع تاني نورمال. الهيباتيك فينز برضو بيتنت ولا لا؟ يبقى احنا اهم حاجه عندي هو في بيتنت ولا مش بيتنت. اوكي الوحيد اللي ممكن نتكلم عليه هو البورتال فين، اذا كان بلساتايل فده ايرلي ساين اوف ريجكشن. دي كلها ده الويف بتاعت الهيباتيك فينز. اوكي طبعا احنا في الاوبريتيف ده في الاوبريتيف داتا بنبقى كاتبين احنا عندنا هيباتيك ارتري واحد بورتال فين واحد، لو في بقى اكتر من هيباتيك فين ده هيبص عليهم، يعني ساعات بيبقى عندنا بس الرايت مين بس هو اللي اتوصل، ساعات من اللي يبقى في رايت انفيرير او في فينس جرافت لازم نبص عليهم كلهم نتاكد ان هم بيتنت. اوكي ده بيبقى منظر الكونجشن اللي هي الحت المكان ايكوجينيك جوه الجرافت، وده دايما بنلاقيها اكتر فين؟ في الانتيرو سيجمنتس، هو سيجمنت 5 و8، لان 5 و8 كان اساسا كان بيدرين في الميدل هيباتيك فين اللي هو اوريدي بقت ليجيتد، فساعات بيبقى ده بيبقى فيه كونجشن فيهم، الكونجشن ده اولموست بيتحسن قبل ما العين يخرج من الرعايه يعني في اول اسبوع. منظر ده منظر الكونجشن في السي تي. هو هيبقى باين كده هايبودانس بالمنظر دوت. تاني حاجه هنتكلم عليها هو الكولكشن، دي مهمه قوي، لو في كولكشن بنكتبه دايما لما بيبقى في كولكشن بنكتب في الاول كويري بايروما كويري بليدنج اوكي هيماتوما، تاني يوم نفس الكلام، تالت يوم لو فضلت زي ما هي كلير يبقى دي خلاص بايلوما اوكي، لو بدا يحصل فيها اورجنايزيشن جواها يبقى خلاص يبقى دي هيماتوما، ان احنا من الاول اقول ده اكيد كذا ما بيحصلش. اوكي ده منظر البايلوما اهوت على الكات سيرفيس. لو في افيوجن طبعا لو في افيوجن كتير قوي ممكن احنا ساعات بيبقى لو عيان عنده داخل قبل العمليات عنده ماسيف افيوجن ممكن يتعمل له الاول تابنج قبل ما يخش العمليات. ايه هي الكومبليكيشنز بقى اللي ممكن تحصل؟ طبعا لو هيباتيك اورتري لو حصل حاجه في الهيباتيك اورتري زي ما قلنا في فرق ما بين الرينال ترانسبلانت والليفر ترانسبلانت، الرينال ترانسبلانت الكلينيكال واللابوراتري سابقين الراديولوجيكال، دايما في الرينال بيبلغونا ان العيان قطع بول او العيان كرياته علي، نروح لسه ما فيش اي حاجه دوبلر وايز كل حاجه نورمال، بعد 24 ساعه بيبدا الارقام تعلى معانا. الليفر الراديولوجيكال سابق اللاب والكلينيكال، كل العيانين اللي احنا قلنا عليهم ان هو هيباتيك ارتري اوكلوجن او في فاسكولار كومبليكيشن كلهم كان اللاب وايز كومبليتلي نورمال، كلينيكال العيان ما فيهوش اي حاجه اب تو ان العيان يعني ساعات الجراح مش راضي يفتح العين كويس، او في دونر بورتال فين ترومبوزز العيان قاعد نايم على السرير كويس ما بيشكيش من اي حاجه. اوكي فعشان كده المهم قوي واحنا بنبص عليهم ما يتبصش على العيان بصه كده وخلاص، لا يبقى متاكدين كل حاجه انها كويسه، ولو حصل فيه اي ضعف ان انا شاكك في حاجه
ما فيهاش مشاكل ان انا اكلم حد تاني ينزل يبص، او نعمل على طول سي تي، نعمل على طول انذر انفستيجيشن. دي مهمه جدا، حرام ان احنا كل التعب اللي هم الجراحين تعبوه والعيان كله يضيع علشان سونار او دوبلر. ايه المنظر دوت؟ ده هنا هيباتيك ارتري، لو بصينا عليها نلاقي ان الويف بتبتدي وبتتاخر قوي على ما توصل للبيك، والار اي بتاعتنا 43. دي معناها ايه؟ دوت بوست يعني ده بري اوكلوجن او بوست ستينوتك. المنظر ده هبدا بقى خلاص، يعني لو ده كان بعد سباز في الاول وكان رقم عالي، بعد كده بدا يخش في المنظر دوت كده الارت ده بيقفل. اوكي ده كان ده عيان عندنا. احنا لما بنبدا في البوست اوبراتيف بعد كده العيان بعد ما بيخرج الاقي عنده بيلري كومبليكيشنز كتير، كل شويه بنشك ان في حاجه في الهيباتيك ارتري. ده كان عيان كان فعلا كان كده، الارتري بتاعه كان هو دوت بالمنظر ده، طلبنا له سي تي كان عنده ستينوزس ده قبليها. اوكي هو ده اللي هو اسمها تاردس بارفاس فلو. بعد كده تاني حاجه ايه هي؟ ده الهيباتيك ارتري ايه سود سودو انيوريزم. بصراحه انا مش شفتهاش خالص في اي عيان من العيانين، هو المفروض الحاجه دي تحصل بوست بايوبسي. مفيش حد فينا بيدخل ياخد بايوبسي من عند الهايلم، يخش بالابره لغايه جوه بالمنظر عشان يعمل السودو انيوريزم. اوكي طيب ايه الكومليكيشنز ممكن تحصل عندنا؟ ان يحصل ستينوزس، وقلت برضو احنا مش ما بنقولش ان في ستينوزس في الاول، اول اسبوع يعني الفتره الاولانيه اول ثلاث اسابيع دولت، ده احنا لسه واخدين لسه شغالين في المكان ده، فمش هقول له ده في ستينوزس. كل ما الامور بتتحسن دايما بنلاقي دكتور اسامه بيبقى في الاول الفلو عالي جدا بعد كده يبدا بيقل. اوكي هنا اهو بري ستينوتيك، وهنا ات، وهنا البوست ستينوز. هنا في واضح جدا هنا في البي مود ان هنا في ستينوز عند الايه عند الهايلم. اوكي طيب العيان دوت في اهو في بورتال فين، هنا في سيجمنتال بورتال فين ثرومبوزس، وما سيجمنت ده واخده بس في برانش واحد. خلاص نكمل كده معاه بقيه البورتال فين كله في ثرومبوز، بس فيها تانج لايك اهيت. العين ده معمول له سبلينكتومي خلاص. طب مكملين لغايه ورا كل السبلينك فين كله في ثرومبوس. الحاجه الثانيه ان كمان الانفيريو ميزنتريك فين كان ثرومبوز، يعني ثرومبوس وصل لغايه الانفيريو ميزنتريك. فدي بقى الصوره اللي انا حطيتها هنا، دوت الرايت سايد كولون وده الليفت سايد كولون. ليفت سايد كولون اهوت في كونجشن، ليه؟ عشان الانفيريو ميزنتريك قفل. اوكي الهيباتيك فينز بيتا قلنا ولا لا؟ دي اهم حاجه بنقولها. هيباتيك فين اوكلوجن طبعا على طول بيبقى في هيخش عمليات، خلاص دي ما فيهاش هزار. طيب العيان ده كنا لسه قريب اهوت في العمليات، ده المين اللي رايت مين هيباتيك فين خلاص، ودوت كان سيجمنت ده كان في 5 متوصل على جرافت. لو بصينا هنا هنلاقي ان الصوره ديت ان في تو كولرز، احنا دايما الكولر دي معناها ايه؟ يعني جاي ناحيه البروب ولا بيبعد عن البروب. طيب المفروض ان الاثنين دولت هيمشوا في نفس الدايركشن ورايحين ناحيه الاي في سي او على الفينس جرافت، ازاي واحد فيهم ازرق واحد احمر؟ الصوره بقى اللي بعدها اللي هي ديت. اوكي عند الفينس جرافت كان فيه ثرومبس مقفوله، ففي 5 اكشولي كان فيه كولاترال صغيره كانت فاتحه وموديه في الرايت هيباتيك فين، عشان كده بمجرد ما الثرومبس دي قفلت على طول السايد ويز راحت فاتحه لان هي اوريدي كانت كويسه. العيان ده كان ده الانترا اوبرتيف بتاعه، عشان كده ما اتعملش فيه حاجه خلاص، هو احنا عرفنا ان هو كده فخلاص اتكمل عادي لان هو اكشولي لا هو بيتنت. اوكي عشان كده برضو الكالرز بتبقى مهمه قوي، انا قبل ما اقول ان هو مقفول ابص عليه، او قبل ما اقول حتى ان هو مفتوح ابص على الكالر كويس ابقى متاكد منها. بيلري كومبليكيشنز دي هتبقى دايما بنشوفها في متاخر شويه اكتر، هنشوف ممكن نشوف البيلوما والكلام ده بنلاقيها اكتر في الدونر في الاول، ممكن لو حصلت الريسيبينت تبقى متاخره شويه احنا لو شفناها. اوكي اول حاجه ايه هي؟ بيلوما، يعني يبقى في عندي ليك، وممكن الليك دوت بمجرد ما نركب فيه بيك تيل او شويه بيحصل مكان البيك تيل وشويه الانفلاماتري بروسس اللي حصلت بتقفل مكان الليك وخلاص والقصه انتهت على كده. ممكن نكمل يبقى في نون اناستموتيك ستراكشر، يبقى عندي ستراكشر خلاص او في اناستموتيك ستراكشر. طيب هنا اهوت في ده بيلي ريدايليتيشن اهوت،
يبقى في الحاله ديت على طول بنفكر هيتعمل له اي ار سي بي ونشوف هيتركب له ستنت ولا لا او هيعمل له بالون دايليتيشن. ممكن ساعات نعمل راندفو لو احنا مش عارفين لو الاي ار سي بي فيلد ان هو يدخل. اخر حاجه بيبقى سيرجيكال ريكونستراكشن لو كل دوت ما ينفعش. هنا ده انترا هيباتيك، ده الحاجه ايه هو ده انترا هيباتيك بايلوما. حتى الان لو بدات لو تي ال سي عاليه او اي حاجه فهتبقى ديت كولنجيتيك ابسس. اوكي مش هحب بقى اطول بس عشان الفتره عشان اللي بعدينا بنتكلم بقى مره تانية على الانترفنشن بالنسبه للفاسكولار كوميونيكيشنز. اوكي شكرا.